أهلا ومرحبا بمشاهدي ومتابعي اليوم السابع، معكم من محافظة الإقليوبية والتي شهدت حادث مأساوي بعد قيام زوج بالتخلص من زوجته القاصر بطعنة نافذة بعد مطالبته له بمصاريف للطعام وهي 5 جنيه. فنشبت مشادة ما بين الزوجين فقام بطعنها طعنة نافذة أدت إلى وفاتها في الحال. بدأت المشكلة بعد الزواج هي فتاة قاصر تزوجت عند عمر 15 سنة، وبعد الزواج بحوالي 20 يوم، هو الزواج متم من 20 يوم، بعد الزواج حدث بعض الخلافات ما بينهم ورجعت إلى منزل أسرتها مرة أخرى، ودخل بعض العقلاء من الأهالي وأعادوها مرة أخرى إلى المنزل وحلوا المشكلة وعادت مرة أخرى. وخلال الفترة دي كان على كلام الشهود في القضية ان هم كانوا الاكل بيروح لها عن طريق والدها بيبعت لها او زوجة والدها، وبعد فترة بدأت انها تطلب من زوجها الفلوس، جوزها نجار مسلح، هما الزواج تم عن طريق عقد عرفي لان هي سنها قاصر حوالي 15 سنة، وهو يجبرها ونجار مسلح وسنه حوالي 28 سنة. نشبت الخلافات ما بينهم، وكان الخلافات احتدت لما طلبت منه 5 جنيه عشان تجيب بعض الطلبات في المنزل، ولكن هو رفض وقام بطعنها بسكينة في الظهر. السكينة اللي طعنها بيها طعنة جت بخلف في الظهر أدت إلى وفاتها في الحال. ومنذ قليل هنا في قرية بلقس تابعة لمركز أليوب تم تشييع جثمانها، وكانت جنازة كبيرة من الأهالي القرية هنا وودعوها كلهم، وكانت جنازة كبيرة والقرى اللي حواليها وحالة من الحزن. يعني كان من حوالي 20 يوم كانوا بيهنوها بالفرح وبالاستعدادات وبالحفل العرس والزواج، وبعد 20 يوم الآن بيتقبلوا العزاء فيها. وكان العرس كان تقريبا في نفس المكان اللي فيه العزاء هنا بالظبط. فالنيابة دلوقتي بتحقق في الموضوع، وكمان استمعت الى اقوال الزوج واللي اعترف بالفعل ان هو طعنها بسكينة في الظهر. النيابة في قرارها اللي طالع بحبس المتهم 4 ايام، وكمان طلبت سرعة التقرير الطبي من الطب الشرعي لمطابقته مع الواقع. التحقيقات مستمرة، وأقوال الشهود وأقوال الزوج هنعرف التفاصيل خلال الفترة القادمة، وهنعرف كمان التحقيقات هتوصل لإيه. الزواج طبعا عرفي، الفتاة قد قاصر 15 سنة، الزواج لم يستمر أكتر من 20 يوم، الخلافات المادية بسبب 5 جنيه فقام بطعنها. احنا خلال الفترة اللي جاية هنتابع معاكم تفاصيل الحادث من التحقيقات في النيابة والتحقيقات من النيابة والاعترافات بتاعة المتهم والشهود في الواقعة. الواقعة يعني مؤلمة، وفي حالة من الحزن داخل القرية نتيجة هذا الحادث الأليم، وحالة من الحزن الشديد بيكتسي وجوه الجميع هنا، وفي الناس يعني في حالة من الغضب، اللي يعني بيتكلموا انها عروسة صغيرة
لم يكتمل عمرها، السن القانوني، حفل زواج انتهى بطعنة نافذة أدى إلى وفاتها. حادث مأساوي، وهنتابع مع حضراتكم خلال الفترة القادمة إن شاء الله التفاصيل بتاعت الواقعة والتحقيقات واللي هتسفر عنها. الزوج دلوقتي تم القبض عليه في النيابة واعترف بارتكاب الجريمة، ان حصل مشادة ونشبت مشادة ما بينهم بسبب مطالبتها بالفلوس، وكان السكينة معاه وطعنها في ظهرها. ان شاء الله هنتابع معاكم خلال الفترة اللي جاية التفاصيل بتاعت التحقيقات وما سوف يسفر عنه التحقيقات. حادث مأساوي وحادث صعب دفع الناس إلى حالة من الغضب نتيجة هذا الحادث الأليم. معكم من محافظة القليوبية، هنتابع خلال الفترة القادمة إن شاء الله التفاصيل الجديدة في الحادث والواقعة، وهنتابع إن شاء الله تفاصيلها على اليوم السابع خلال الفترة القادمة إن شاء الله.